السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله مع بعض هناخد حل واجب. الواجب اليومي واحد: ضع حرف جر مناسب. في وإلى وعلى. في معناها إن حاجة داخل حاجة، يعني القلم في الحقيبة، يعني بداخل الحقيبة، حاجة جوه حاجة. إلى يعني أنا رايح لمكان، أذهب إلى المدرسة، أسافر إلى القاهرة. على يعني حاجة فوق حاجة، يعني القلم على المكتب، يعني فوق المكتب. طب مين شطور يقول لي حروف الجر؟ إحنا أخدناها كلها مع بعض، من وإلى، عن وعلى، والفي في وسطهم، حبيبتهم كلهم، جر وراها الكاف واللام والباء. هناخد النهارده والسنه دي عموما في والى وعلى. يلا بينا ناخد اول مثال: اسافر الى القاهره. احنا لسه قايلين من شويه الى يعني المكان اللي انا بروح له، يبقى احط حرف الجر الى. العصفور نقط العش، هي هتنفع الاثنين، على وفي. لو العصفور واقف على العش يعني فوق العش من فوق، تبقى على. طب لو العصفور واقف او قاعد او ساكن جوه العش، يبقى في العش. القلم في الحقيبة، يعني القلم جوه الحقيبة او بداخل الحقيبة. اذهب الى المدرسة، يعني معناها ان انا هروح وهتجه للمدرسة، يبقى المكان اللي انا هروح له أحط حرف الجر إلى. طيب في حاجة جوه حاجة، يعني حطيت حاجة بداخل حاجة تانية. على يعني حاجة فوق حاجة من فوق، يبقى على. ضع اسم الإشارة المناسب. اسم الإشارة زي ما احنا أخدين مع بعض: هذا وهذه وهؤلاء. هذا للمفرد المذكر، يعني أنا بتكلم على ولد أو بشاور على ولد، فأقول إيه؟ هذا ولد، هذا تلميذ، أو أي حاجة مذكر. هذا كتاب. هذه للبنوتة مؤنث أو للجمع غير العاقل. هذه معلمة، هذه طفلة، هذه أمي. طب لو جمع غير عاقل، يعني أكتر من اتنين وتلاتة وأربعة وخمسة، زي إيه؟ زي مثلا أقلام. أقلام دي جمع قلم، يعني كتير. طيب الأقلام دي عندها عقل؟ لا، أياميس. يبقى جمع غير عقل، يبقى هذه أقلام. مساجد جمع كتير جدا من غير إيه؟ عقل، يعني ما بيفكرش. هذه مساجد. بيوت جمع كتير، ما عندوش عقل، يعني ما بيفكرش. هذه بيوت. هؤلاء للجمع العاقل، يعني أشخاص كتير جدا، اتنين تلاتة أربعة خمسة، تمام؟ يبقى هؤلاء لجمع العاقل، اللي هو جمع الإنسان، جمع البني آدمين. يعني زي إيه؟ هؤلاء أطباء، هؤلاء مهندسون، هؤلاء تلاميذ، هؤلاء أطفال. نقط مجتهد. مجتهد ده مذكر ولا مؤنث؟ مذكر يا ميس، واحد بس، يبقى هذا مجتهد. أشجار. أشجار دي جمع ولا مفرد؟ لا، جمع. طب جمع عنده عقل ولا جمع ما بيفكرش؟ جمع ما بيفكرش يا ميس، يبقى ايه؟ هذه أشجار. هؤلاء تلاميذ. ليه هؤلاء يا ميس؟ علشان تلاميذ جمع كتير، عاقل. مهندسة هنقول ايه؟ عشان اخرها تاء مربوطة، والتاء المربوطة بتحب البنوتة، يعني الكلمة اللي اخرها تاء مربوطة بتحب تاخد هذه. يبقى أي كلمة آخرها تاء مربوطة بتحب تاخد هذه، عشان هي برضو مؤنث. طيب أقلام. أقلام دي جمع عاقل ولا جمع غير عاقل؟ جمع غير عاقل، وما كتير، هيبقى هذه أقلام. معلمون جمع كتير عنده عقل، إنسان يعني بني آدمين. طيب معلمون، يبقى هؤلاء معلمون.
هل الواجب اليومي؟ اثنين. ضع ضمير المتكلم المناسب، أنا ونحن، طب ما هو إيه للمتكلم؟ يلا بينا نتعلم، أنا ونحن، أنا ونحن، أنا للمفرد، نحن للجمع، أنا للمفرد، نحن للجمع. طيب يا حبايبي، تلميذ، يبقى ضمائر المتكلم دي معناها إيه أصلا؟ معناها أصلا إن حد بيتكلم عن نفسه، فبيقول أنا، سواء بقى بنت، سواء ولد، مذكر، مؤنث، المهم هو في شخص واحد بيتكلم عن نفسه فبيقول أنا. طيب نحن، نحن للجمع، لما يكون شخص بيتكلم باسم أصحابه أو باسم الجماعة فنقول إيه؟ نحن تلاميذ، نحن أطباء، نحن مهندسون، نحن معلمون. ونحن بتتحط أكتر من 2 و3 و4 و5. يلا بقى نشوف أول مثال. تلميذ، أنا ولا نحن؟ أنا يا ميس، عشان هو بيتكلم عن نفسه بيقول أنا، أنا تلميذ عشان هو مذكر، عشان هو واحد. مهندسون، مهندسون دول كتير؟ يبقى نحن مهندسون. تلاميذ، تلاميذ دي جمع ولا مش جمع؟ جمع، يبقى نحن تلاميذ. معلمة، معلمة بتتكلم يبقى تقول أنا، أنا معلمة. مجتهد، أنا مجتهد. فلاحون، نحن فلاحون عشان هما كتير.